سعد، سعد أخوي شلونك؟ كل عام وانت بخير. ومنين يجي الخير وانت جاي؟ وش جابك أنت؟ أنا جاي بيتي، عايد عيالي وعايدكم. بيتك؟ إيه بيتي. قصدك بيتي، وبيتي تعذرك ولا يستقبلك. يلا برا. ليش كذا أخوي؟ وش سويت لك كذا تستقبلني وبيوم العيد؟ أنت اللي جريت على نفسك. هذه فعايلك يا سويد الوجه يوم اشتغلت بالحرام. أنا ما اشتغلت بالحرام مستقصد يا سعد، الله يسامحك. وانت عارف انه مقدروبي، وتدري اني اكلتها سجن بالحالي. النتيجة واحدة، انت خريج سجون، ولا تشرفني ولا تشرف بيتي. شيل خلاقينك وتوكل على الله. يلا يلا. وين تبين اروح؟ وين تبين اروح يا سعد؟ وعيالي شو زين فيهم؟ ها لا تقلق على عيالك، عيالك محفولين مكفولين، لهم 7 سنين في بيت عمهم، لا ابو ولا ام، ياكلون عندي ويشربون عندي ويعيشون طول عمرهم بدونك بعد. يا عمي لا ترفع صوتك على ابوي. اسكت يا ولد، اذا حسوا الكبار تسكت ولا تكلم. ما عليه يا ابوي، ما عليه، هذا عمك، عمر الظفر ما طلع من اللحم، لازم تحترم عمك. يلا يلا. وانتبه لك. لا تروح يا ابوي، لا تروح. ادخل انت، وقتك ادخل. يلا توكل على الله انت. يلا يلا امشي يا نواف. لا تروح يا ابوي. وانت بلغتك معك، بجي لكم راجع، والله راجع، بس ألقى مكان، ألقى مكان. ادخل ودخل أختك. يلا يلا هناك، توكع على الله أنت، توكع على الله. وش العفشك معك؟ يلا يلا هناك. تعفشي ما عاد أبيه. انتبه لنفسك وراجع لكم، والله راجع. تسمعني أنت؟ أنت ما تسمعني؟ قلت لك ادخل ودخل أختك. يلا يلا، لا عاد اشوفك مضبوط عند بيتي. يلا هناك. شو زين بنفسي، عيالي بعد كل هالعمر، اخوي اخوي من لحمي ودمي حرمي منهم، بنتي العنود آخر ما شفتها كان عمرها 3 سنين، بعد ما كبرت انحرم منها، ومن اللي حرمني منها؟ شو زين بنفسي، شلون اشوف عيالي؟ يا رب